السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ النهارده هنعمله اكله بسيطه، اكله شعبيه حلوه، فبنعمله احنا ايه يعني، احنا زهقنا من الاكل، وانا بقالي كام يوم والله مخنوقه بسبب الاكل وكده، فحبيت ان انا اعمل اكله بسيطه كده لحبايبي، لان احنا بنعمله بنحبه نعمله الاكلات البسيطه. ده عدس بجبه اللي هو بتاع الكشري الغامق، ومعاه معلقه يعني ده ربع كيلو، حط عليهم معلقتين عدس اصفر، ونعملهم كده بقى ميه كده لغايه ما يستوي. انا نقعاه ربع ساعه عقبال قلت ايه محضر الحاجه يكون هو ايه اتنقع شويه عشان ما ياخدش سوا مننا، ماشي. وهنا حط بصله حمراء بصلايه كبيره كده حلوه، وفرمتها وحطيت عليها معلقه السمنه، مش هنحمرها دلوقتي الا لما ايه نكب الصلصه. وادي الطماطم بتاعتنا ضربتها في الخلاط، فيها قرنين فلفل حامي ومعلقه سكر، وضربناها في الخلاط. ادي الطماطم اهي، هنستنى اما العدس يستوي ونروح ضايفين الطماطم. استنونا، رجعلكوا تاني، اوعوا تنسوا تحطوا اللايك والاشتراك عشان تلاقوا كل جديد من بيت ايمي. استنونا رجعلكوا تاني. كده رجعنا لكم تاني، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى محمد وعلى اله وصحبه. كده العدس بتاعنا عمل نص سوا، فهننزله عليه بالطماطم عشان ناخدوا الطماطم كلها، يادوبك بس ايه يحمر لونه. كده اهو العدس بتاعنا. هنا في راس توم صغيره دي من اللي انا مجففاها، هحط عليها حبة كمون. العدس بيحب الكمون، ادي كمون، واحط معلقة شطة، معلقة شطة، احط حبة كزبرة ناشفة بتاعت الملوخية. كل ده العدس بيحبه. حط حبة ملح، هنقلبوهم عشان اما البصلة هنوريها لكم، مع البصلة هنحطها مش ولا تتحمر ولا حاجة، يعني هنحطها مع البصلة عشان نضيفهم الاتنين سوا. هنسيبه كده الطماطم بتاعتنا تغلي غلوتين ونرجع لكم تاني، ونولع على البصلة وتشوفونا مرة تانية. اوعوا تنسوا تحطوا اللايك والاشتراك عشان ننزل لكم كل جديد من بيت ايمي. استنونا ارجع لكم تاني. السلام عليكم حبايبي، ورجعنا لكم تاني. البصله بتاعتنا بدات انها تتحمر اهي اهي، والعدس بتاعنا اهو بدا يخش في السوا مع الطماطم اهو، شكله تحفه تحفه. ده لسه هيتقن زي الفول المدمس، اما تحطي له البصله والثومه توطش عليه شويه هيبقى زبده. بصوا عامل ازاي. احنا كده البصله بدات تتحمر، اول ما تبتدي تتحمر هنحط لها التومه، عشان مش عايزين التوم يتحمر، عايزين بس الريحه بتاعته تطلع مع البصله. صلي على محمد. متنسوناش بقى تحطوا اللايك والاشتراك عشان ننزل لكم كل جديد من بيت ايمي. طبعا في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه طبيخ العدس بالجبه، ده اكله جميله جميله جميله. هنملحه كمان واحدتين طماطم، واحدتين طماطم كده نملحهم زي البتنجان، راس توم كده، وخرطت عليها فلفل صغير، وهنحط دلوقتي البهارات ونملحه الطماطم معاه. بس قلنا ايه نشوف البصل عشان خلاص العدس بتاعنا دخل في السوا. ادي البصله بتاعتنا هتتحمر اهي، استنيني بس. هنحط لها بقى التومه معاها عشان نحطها على العدس. ادي التومه البهارات بتاعتها اهي كلها على بعضها. ادي
اهي هنقلب تقليبه كده مع البصله وخلاص، مش هنحمر الثوم، احنا عايزين ريحتها بس. اهي كده الله على ريحه الثوم مع البصل كده اهو، ونقلبوها تقليه بتاعت العدس، حبه عدس رائع. تاكلوا حبه عدس بقى، حبه عدس بجبه جمال جدا، جنب طماطمتين، جنب بطاطس محمره، جنب حبه سلطه، بتنجان مملح بدل الطماطم، ده بدل ده، بس يعني كل واحد من ذوقه، اللي عايز ياكل بتنجان مملح ماشي، عايز تاكلي طماطم مملحه زيها زي البتنجان، حبه سلطه، واحدتين بطاطس محمره كده. هنحط على البتنجان بتاعنا، على العدس بتاعنا اهو، هنحط عليه شمع ونسيبه مع نفسه. هنا بقى نيجي للبهارات بتاعت الطماطم، هنحط كمون، معلقه كمون حلوه كده اهو، حبة شطة برضو، حبة ملح ماشي. هنجيبوا السكينة نقطعوا الليمونة او العدس بتاعنا هو بيستوي، احنا وطينا عليه، هنعصر الليمونة في قلب الخلطة كده، نشيل ليمونة حلوة كبيرة كده اهي، هنجيبه معلقة ونقلبه. الخلطة دي جميلة جدا بتاعت الطماطم دي، جميلة. لو في عودين بقدونس يبقى خرافة، انا ما عنديش بقدونس، بس انت ممكن تحطي للطماطم في قلبيها بقدونس يبقى جميلة جميلة. بصوا بوريكم ان احنا بنقطع الطماطميه ازاي، بنشيله العنق كده من فوق اهو كده اهو، وبنخرطها تلاته، نخرط قلبها، نفتح قلبها كده اهو اهو، بنفتحه قلبها ونحشي الحشوه بتاعتنا القلب بتاعها اهو، ثوم، ونحطها كده اهو في الطبق. وبعد ما نخلص الطماطم كلها ان شاء الله، بصي بتقطعيها كده اهو، بتقطعيها تلات حتت كده اهو، اهي تلات حتت كده اهو، وبتحشي قلبيها الثوم والفلفل اهو، وتقفلي عليها كده اهو، شايفين الشكل بتاعها جميل ازاي. كل هنعمله كل الطماطم كده، وفي الاخر هنعصره كده عفوا، هنعصره الليمون عليها من فوق كده. شايفين الطماطم بتاعتنا عامله ازاي، احلى طماطم تاكليها مع العدس ابو جبه كده. انا خلاص العدس اهو استوى، بصوا حبه عدس كهرمان مع بقى بطاطستين محمرين مع طماطم المملحه، احلى حبه عدس. اشوفكم على خير، وما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك عشان ينزل لكم كل جديد من بيت ايمي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.